فرمضان الراء منه رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والألف أمن من النار، والنون نور من الحليم الغفار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيلة، الصيام وسيلة عظمى لتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي جماء خير الدنيا والآخرة. الصيام كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها، فالقرآن يضاعف والصيام يضاعف. فشهر رمضان شهر التوبة، شهر الإناب، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب إلى الله بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. شهر جعل الله فيه ليلة خير من 1000 شهر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في سماء الدنيا أنزلناه. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالقرآن ورمضان لهما علاقة تاريخية ولهما وجه شبه في زيادة الأجر والثواب والحسنات. فالمؤمن يتعلم التقوى والصبر وتحمل المكاره اختيارا ورغبة في البلوغ إلى تقوى الله ورجاء عفوه ورضاه، حينها يكون قلبه حيا. كيف لا يكون القلب حيا وقد تحررت النفس من رغبات الحياة؟ إنها التقوى أيها المباركون، حياة القلوب. إن المسلم الصائم يجد من الحلاوة والخشوع والبكاء ما يحيي به قلبه ويتمنى أن لو زاد شهر رمضان، إنها أيام قلائل، أياما معدودات تنتهي، أيام قلائل يكون ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. فالإنسان يتضرع فيها إلى الله بالإكثار من القربات بتلاوة القرآن، خاصة الليلة كما كان عليه الصلاة والسلام يعرضه على جبريل أمين الوحي. فالله عز وجل أكرمنا بهذا الشهر لنستفيد ونغسل خطايانا وذنوبنا حتى نلقى الله كيوم ولدتنا أمهاتنا. أيها الإخوة المباركون،
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي أي خاص بي، ما عبد غير الله بالصيام وأنا أجزي به، فالجزاء من الكريم المنان. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، تحل مكارم الأخلاق، من سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، رائحة فمي أطيب عند الله من ريح المسك. يا لها من مكانة، يا لها من منزلة، يا بشرى للصائمين. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالجزاء من عند الكريم المنان وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها. أيها الإخوة المباركون، شهر رمضان شهر الغفران، شهر التوبة الصادقة والنصوح، شهر تفضل الله عز وجل بمجازاة أهله وأنا أجزي به. وإذا نظرت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك ويهنئك بقوله الكريم: ما من عبد يصوم في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يوم 70 خريفا. لو تأملت لأدركت بأن الفرصة الرمضانية المتواتية هي من فرص العمر. إن لله في أيام دهركم نفحات، من فرص العمر الفريدة. من صام رمضان إيمانا تصديقا واحتسابا لا رياء ولا سمعة غفر له ما تقدم من ذنبه. تعلمت أنك أمام فرصة لإسقاط الذنوب والعقوبات والجزاءات، ونجوت بجسدك وروحك من نار لا تبقى ولا تذر. أيها الإخوة المباركون، الصيام فرصة، فلنقبل على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله وعلى القربات. وتلاوة القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه على جبريل حين يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس حين يلقاه جبريل، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فالمسلم يحرص على أن يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعهد القرآن بالمدارسة كما تعهد عليه الصلاة والسلام بالمدارسة ليلة، لأن الليل تصفو فيه القلوب، حينها يتواطأ القلب مع اللسان على الصفاء في تلاوة القرآن وفي الخشوع والتدبر في ألفاظه ومعانيه.
تلك وسيلة لتنوير القلب وإحيائه. فحضور القلب وحضور الفكر والخشوع من أمور هامة عند قراءة القرآن.